الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج كلمة طيبة. الكلمة الطيبة هي التي تحمل من معاني المودة والألفة والرحمة ما تحمل من هذه الرسالة أو من الخطاب في هذه الرسالة. تكلمنا في لقائنا السابق عن حكاية القرآن أو الفرق بين تناول القرآن للخبر على وجه الحكاية وبين تناول الإنسان للحكاية أو للخبر على وجه الحكاية. فالإنسان بطبعه دائما يحب أن يضيف، وربما يكون حتفه فيما يضيف، ربما يكون حتف الإنسان فيما يضيف، لأن هذه أمور كالذي يحكم على الناس بالكفر أو بالشرك أو لشبهة. نحن نرى، وقد قرأت هذا في كتاب الله في آخر سورة من سورة في آخر سورة فاطر، آية ختم الله بها سورة فاطر يعلمنا من خلالها أنه ينبغي ألا نتعجل في الحكم على أحد، وأن نترك الفصل ليوم الفصل، وأن نترك الحكم ليوم الجزاء. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لم يحكم الله عليهم بشيء، لم يقض فيهم بشيء، لم يقل فإذا جاء أجلهم عذبهم، بل حتى لم يقل إذا جاء أجلهم حاسبهم. ماذا قال؟ يقول فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. تأملوا هذا الخطاب، ها؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم اللي هو اليوم الجزاء. طب هل نستطيع أن نحكم عليهم الآن والحكم لم يصدر من الحق بعد؟ يصح أن نحكم على شخص النهاردة والحكم لم يصدر من الحق بعد، إنما سيصدر في يوم الجزاء، يوم الوفاء، يوم الوعد. فإذا جاء أجلهم لم يقل حاسبهم، عذبهم، أدخلهم النار، بل قال فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فعدم فصله أو قضائه في شأنهم بشيء يجعل ألسنتنا ينبغي أن تمسك، ما ينبغي أن نتكلم فلان هذا مشرك، هذا قبوري، هذا مش عارف ضال، هذا مضل، هذا مبتدع. لا، أمسكوا أمسكوا، فإن في الإمساك عن إخوانكم رصيدا تدخرونه عند ربكم. في الإمساك، يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. اللي يستر مسلم هنا يعني حتى وإن كان على شيء من المخالفات، حتى وإن كان المسلم على شيء من المخالفات، ليس من حقه عليك أن تكفره، بل من حقه أن تبصره. وتأمل عندما يوضع في الميزان، هنا تكفير وهنا تبصير، الأجر يكون على أي الأمرين؟ الأجر هتأخذ أجر على إيه؟ على التكفير أم على التبصير؟ وهذا يدعونا أن نتكلم عن قيمة أخرى لها صلة بالكلمة الطيبة. كلمة طيبة من مساراتها النصيحة، من سياقاتها النصيحة. أما تيجي تنصح
ينبغي أن تنصح وأنت أب أو أخ أو حبيب أو حبيب، ولا تنصح وأنت شاعر بالاعتلاء أو بشيء من الاستعلاء. أو يعني في بعض الناس كده كثير، من في بعض الناس في المجتمعات النهاردة، وخصوصا أولئك الذين يعني يعتقدون الخير في أنفسهم والشر في الآخرين دائما، يعني يتصور أن الخير دائما في جهته أو الحق. وهنا لابد أن نلفتكم إلى الخطاب القرآني، وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه تعليم لنا. في سورة سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لم يحدد جهة الهدى ولم يحدد جهة الضلال. حتى في حوار الكفار، حتى في حوار الكفار احترم قناعة الكافر بأنه على الدين الصحيح، فلم يقل مثلا نحن على الهدى أو الإيمان وأنتم على الكفر، أو لنا إيماننا ولكم كفركم، بل قال لنا ديننا ولكم إيه دينكم. يقول: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم إيه عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. عندما قال لكم دينكم ولم يقل لكم ما تعتقدون أو ما تدينون به، بل قال لكم دينكم، أي هنا احترام حتى لقناعتهم بأنهم على الحق أو على شيء من الحق، ولو إن هذا مخالف للواقع. هذا ليس تقريرا، أي لم يرد هذا الكلام تقريرا لواقع مسلم، لا، بل أتى من باب حسن الملاطفة في الخطاب. يقول: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. بالله عليكم، لو أنه قال ولا نسأل عما تجرمون، أليس في ذلك نصفة لهم؟ أليس في ذلك نصفة لهم باعتبار إيه؟ باعتبار أن ما أضافه إلى جهته أضافه إليهم، أو باعتبار أن ما أضافه إليهم أضافه إلى جهته. لو أنه قال لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تجرمون، في ذلك إنصاف لهم، لكن أبى أن يستنفر غضبهم وأن يستنطق جاهليتهم، فقال قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، ولم يأتي حتى بما يفيد المشاكلة اللفظية، مجرد مشاكلة لفظية فقط، مقابلة اللفظ بنظيره، ما رفض، يعني أبى أن يأتي بأسلوب يفيد المشاكلة اللفظية. فالذي يتجنب حتى المشاكلة اللفظية ترفقا بالمخاطب ألا يستحق منا التعظيم والإجلال والإكبار؟ ألا يستحق منا أن نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله؟ أسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.